بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نراجع أول شيء ما أخذنا بالأمس. أكيد وانك لسه قرادة سنة مراجعات هنا أكم جدا. نعم، ماذا أخذنا بالأمس؟ حليس مالك أبدي بروت خليل رمي مالك أبدا التي ماذا؟ مالك أبدا. نعم، ماذا؟ لماذا ندرس التوحيد؟ ما لم توحيد أنا نجدت قبل لتوكو. لماذا ندرس التوحيد؟ لماذا ندرس متن أصول الصلاة؟ لا، هذا السؤال، لماذا ندرس التوحيد؟ الإجابة عليه لأنه حق العبيد، حق الله على العباد. نعم، لأنه حق الله على العباد، توحيدنا حق ربنا يبرد الله. ولماذا ندرس متن أصول؟ والله خلقنا لنوحد، خلقنا لنوحد الله. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد، لا يدخل جنة إلا موحد. جنة لا مسلم لا موحد ولا يرد العبادة لا موحد ولا ينقبل. تمام. الثاني. ولماذا ندرس متن أصول الثلاثة؟ لماذا اخترنا دراسة هذا المتن، متن أصول الثلاثة؟ لأن العلماء نصحوا به. نعم، علماء المسيحيين يقولون. الثالث. يا أبي سلفة. نعم، لماذا ندرس، ما هي الأصول باختصار؟ نعم، ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ ما هي الأصول الثلاثة قبابنا يعني؟ قلنا هي أسئلة القبر. نعم، هي أسئلة القبر. تمام. اسم جاء في قبري دي الرابع. نعم، ما الفائدة من الدراسة؟ ما الفائدة تريد قرار رأيي؟ قلنا الفائدة الإجابة عن أسئلة القبر. فائدة تريد قرار أسئلة قبري لا الإنسان الأولى. الخامس. كلا فائدة على ماذا يحتوي؟ على ماذا يحتوي هذا الكتاب، هذا المتن المبارك؟ نعم، متن يوكي وصول سلاسة قل وابي قردي شمال وابي تبكيسة قبع. يحتوي على ماذا؟ يحتوي على خمسة أشياء، على أقسام خمسة. على أقسام قول شريفت. الأول المسائل الأربع. المسائل الأربع. ثانيا توقفان مسائل الأربع كافية فلسل. والثاني المسائل الثلاثة وغير الأصول الثلاثة. لما فان مسائل الثلاثة كافية سدين. الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ سلفا ما للتوحيد كرانان. الرابع شرح أصول الثلاثة وأسئلة القبر. شرح أصول الثلاثة هي أسئلة القبر. شرح أصول الثلاثة كيف سبق إلى تخلو. والخامس الخاتم. تمام، ما شاء الله، مشان فان خاتم هذا. جزاك الله خير. نعم، غير هذا ماذا أخذنا؟ نعم، أنا ما له ما الفا قبلني. إلى كم قسم ينقسم الصبر؟ على أقسام الصبر الثلاثة أخذنا. نعم، وهي نعم وهي أقسام صبر سديدة قبل ليس ليس نتبي الصبر على طاعة الله. صبر على طاعة الله حتى تؤدك الصبر على الصلاة الصيام. نعم، صبري أعرف بلدي قردي صبروا صلاة بسومنا زكاة إبادات قبل ليس الصبر عن معصية الله. الصبر عن معصية الله حتى تبتعد عن المعاصي، عن المحرمات، عن الشرك. معصية الله رفقاته الصبر على أقدار الله. الصبر على أقدار الله ما يقدر الله عباد، مرض أو فقر أو ابتلاء. وربي نتي سبب ورقبتي أو سارقته. نعم، غيره ماذا أخذنا؟ أنا غير. نعم،
ما هو التوحيد؟ أخذنا ما هو التوحيد. نعم. توحيد الكمال اللي تقرأ لي خليل. هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الكمال وربنا بتابين حدين توحيدا. ربي بتابع مالي وأني تبتابي ونربي تبتابي يكون إبادة را أقسم الربوبية إشترى من يأتي عبادة جدورة أسماء صفات الرأي. وتوحيد الربوبية هو توحيد الربوبية الكمال إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. ربي بتابع سورة بأفعاله إذا لقى إساتي. توحيد الألوهية ما هو؟ هو إفراد الله بأفعال العباد. أفعال العباد أو بالعبادة. تمام. توحيد العبادة يجب توحيد الألوهية إبادة قبروتاتي ربي بتابع سورة. توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بالأسماء. إفراد الله سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات. نعم. ربي بتابع سورة بأسمائه وصفاته أسماء إساتي صفات إساتي إذا بتابع سورة. نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن ربي في سبت جزيرة قاسفنا وأن رسولي ربي رجع جزيرة قاسفنا. ننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق. ربي مخلوقة بكات ورانب الكل ليسي. تمام. غيره. نعم. ما الفائدة التوحيد؟ ما الفائدة؟ فائدة التوحيد. فائدة التوحيد. طيب. نعم. غيره. نعم. نبدأ باسم المسائل الأربعة. المسائل الأربعة قلنا ما هي؟ سورة العصر. سورة العصر. المسائل الأربعة ما لجنة في سورة العصر لجنة دبرنا. وهي المسائل الأربعة أولاً. مسائل الأربعة دراج مسلم. لابد أن تعلم. لابد أن نتعلم. نتبرد ولا بيسن وبيجيب. لابد أن تعلم. وإذا تعلمنا نعمل بما تعلمنا. لما فهو أمر الناس أن تدلقوا رابي السجن. لابد أن ندعو إليه. لابد من الدعوة إلى هذا الذي تعلمناه وعملنا به. وأمر الناس أن تدلقوا دخل التيام رابي السجن وفجر يتوب أرادا. ثم نصبر. ثم لابد من الصبر. إيه أنا رابي السجن وفجر وأبصر. نصبر على ماذا؟ ما علينا تبصر. أول تصبر على التعلم على العلم. ما علينا تبصر. ترى دروس علمي وصبري وهذا علمي لا تبصر. ثم تصبر على العمل. إيه أنا أقول لا تصبر. ثم تصبر على الدعوة. إيه أنا دعوة لا تصبر. تكلم على هذا الكلام. نعم. كان. جزاك الله خير. نعم غير هذا. أنا ماني ما قبل. نعم. أخذنا المسائل الثلاثة، هل هي الأصول الثلاثة أو غيرها؟ مسائل الثلاثة هي الأصول الثلاثة، أنتم ما تقوم بها قراجراتي. لا غيرها. ها؟ لا، وأنا تاتا تحكتا. المسائل الثلاثة قلنا. مسائل الثلاثة. أي أنواع التوحيد الثلاثة؟ إذن أنواع التوحيد وصفات التوحيد سجل مالي أصول الثلاثة أولا تحكتا. المسألة الأولى. مسألة تقفى سجل الأمان. إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد. إفراد الله بتوحيد خلقه من خلال الربوبية والأسماء والصفات. ربوبية بأسماء صفات. المسألة الثانية. مسألة لما فاس مسألة سجود الله. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. إفراد الله بالعبادة ربي عبادة الأبتداء ورحمة خلاص المسائل الثلاثة. المسألة الثالثة قلنا وسطية أهل السنة في التعامل مع غير المسلمين. نعم. مسائل سلف أنا مالي من مسلمة. على السنة والجماعة متوسل. كيف نتعامل مع غير المسلمين؟ يا مسلم تأني وجميع كم تجرى من أنت؟ نعم. التعامل مع غير المسلمين. نعم. ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قلنا طرفين وسط. إلى ثلاثة أقسام. نعم. من الناس من يقاتل الكفار. من؟ من يقاتل الكفار. يقتل الكفار ويأخذ أموالهم ويكذب عليهم. نعم. لما كابرة جيس الدراء لما كابرة سام الدراء. ومنهم من يعيد معهم عيدهم. من يعيد معهم ويشاركهم في أعيادهم ويعجب بهم. نعم إنسان يوجب يا عيدا بيا أيانا أيانا برو الدراء. والتوسط ماذا نصنع؟ نحن نتوسط. نأثي لهم بالعهود. إساسا وعادي وليسين يبرنا. لا نتعرض لهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الأموال. أريد أن يفرد الإنسان. ومع هذا أكرمهم. ندعوهم إلى الله نخاف عليهم من النار. قال ربي إنسان يأمنا عذاب ربي لا إنسان سودان. خليهم هذا إذا يريد ينظر للدرس لا إشكال لا يؤذوهم خليهم ينظر.
على اللي إيش هذا؟ اتركوهم إيش هذا؟ خلى ينظر للدرس ما في مشكلة. ركوب قبودي على اللي نحن الآن هؤلاء الصغار الصغار. هل الصحيح أن نمنعهم عن المساجد أو نجعلهم يدخل المساجد بالأدب؟ يدخلون بالأدب. لا لا اسألهم أنت. أكيد يعني. يقول لك تجيب قطعة. أدب مسجد لي أدب مسجد لنا بروت الرجل هم. مسجد مرة عشان بروت الرجل. هذا الصغير إذا كبر أنت تريد يدخل المسجد. إذا من الآن عودوا على المسجد بالأدب. لا ما تقول ده جبت مسجد تاني قلت. يوارا أنك هم جاب الحياة دي المسلمين. حتى لو كان هو غير مسلم يدخل ينظر إلى ما عليه أهل الإسلام. ودول اللي مسلمات ولا بعدي. نمني في اللي المسجد رب يسيري وأجيبتهم قرأوا قر ندعوا قبا. إذا تأدب الصغير في المسجد يبقى في المسجد. نامني مسلمة نامني تقوم مسجد آدم مسجد خيسنت نما هبا خي كد آدم وبوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بخاري بابا تكاي في ربط الأسير الكافر في المسجد المان كافر دولا مسجد تهيبو خيسنت بابا كان أنتم الآن دعاة إلى الله اسم بلا أما ورقنا ربي تنما يموت تنمو في بيته فالكفار ينظر إلى هذا التعامل الذي يكون منكم لهم. قابلوا بيه سلالة جربوا إيمانا ما تقرأ تأكم قبواجيا مسلالة رحمة قبريب مقبريب. أنا أسأل على الدعوة السلفية. أنا سمين دعوة. هل الدعوة السلفية أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون أو ينقصون؟ الدعوة جلس على طولة الكمامات دعوة جلس على مصالي الكمامات دعوة أتباع البيوتات إذا أدري ومهنتات ديما هرقل سأل أبو سفيان رضي الله عنه هرقل أبو سفيان جابته عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابنا بمهما جابت قال هل يزيدون جميل إذا أدري ومدرمه قال نعم إذا أدري ومدرمه إذا لابد أننا نزيد إذا إذا كانت نمني خلاص لفتوطة ندعو إذا أدري ومصابن لابد أن ندعو الناس إلى السير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم نتكرنا بمهما ترديمه أكاد أصابنا رديمه لدينا ما يمر أبدا نبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس الطريقة السلفية في أننا نخرج الناس لا نريد نجمع الناس على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. نتي وني بربانو وأن محمد أصحابك رت ولك أبا من رت نما ولك أبو را. ولهذا قلنا لكم الآن لابد من الدعوة لابد أن ندعو إلى هذا الطريق طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مو خلا نبي تنما يا مرة أبدا نبي سينو بنجو. لأن هذا الذي يكون من أهل الباطل إذا أنت لم تبدأ دعوة هذا إلى الحق هو دعاك إلى الباطل. أكيد أبدا الحق أنت ما يامو جلك أبو باتي أبدا إني مو جل باطلات يا أبو جلك أبا. ثم كثير ممن هو معنا هنا كان على الباطل. نعم يبدو كروج يجوا باطلا رجلا. وكان يتمنى أحد يدعوه إلى طريقة السلف الصالح. أما لم تكن خلاص طريقة السلف الصالح ولا تيامو برمان. لا تتكبر طالب العلم لا يتكبر طالب العلم قلت له يمر ويقولين أنا لكن انتبه احذر كل الحذر من أن تأتي إلى أهل الباطل وهم يغيروا فيك إذا كان يغير فيك وأنت تخاف لا تقرب أهل الباطل أتي يوم تري هاتيك مو قلت له جالي جيرو زدي جالي خاتي جيرو زدي إرما فقاته لكن إذا تستطيع أن تغير ولا تتغير لابد أن تدعو. أما يقول أن جدنا ما تجيرو قبل. نمني نجد جيرو أن ما تخلع طريق سلطة على جدنا ما تجيرو دعوة قبل دعوة الجواب. طيب هذا الذي أخذنا بالأمس وأخذنا أيضا القسم الثالث أهمية التوحيد وسبب دراسة التوحيد. خليلا سبب توحيدات في برباك سما توحيدا على لتر والمتخلق أبنى نعم القسم الرابع ما هو قلني أبرفا وأني متخلصة أكثام شدن سليلا قراني ما لي من التمام ما هو القسم الرابع شرح أسئلة القبر نعم دافي إبسا دافي قبيت واني خليه قراني اترك الكتاب يا شيخ اترك قل لهم لا أحد يكتب قدم للأمام قليل نعم أسئلة القبر ما هو السؤال الأول الذي تسأل عنه في قبرك
لابد أن تسيب أمريكا الاستقرار. نعم. من ربك؟ من ربك ربك إنك تراجع بتمتع. بماذا تجيب؟ ما ربي إذا لم تتعلم الآن الإجابة وتعمل بها لا يمكن أن تجيب في القبر. نعم. ربي الله. تقول ربي الله. نجت ربك يا الله جدا. ما معنى الرب؟ ربي يكون معنى سامي بنت معي. التربية إما تكون تربية للظاهر أو تربية للباطن. تربية يوفي تربية ظاهرة يوفي تربية خيساتي. تربية للظاهر أن الله خلقنا ورزقنا. تربية خالق أزائلة ربي نؤمن بناتي. وتربية للباطن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى نتربى في الباطن. كيسون كنجاك كنجاك ربي قرآن ونبوسي نبيين ويرجي كيسون كنجاك ونبوسي. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى نتربى. أكن متقرتي كيسو كن يقول يا رب بين كتابة بوسي نبي يوتي اللي ويرجي. نعم. إذن الرب ما معنى ربي الله الذي رباني يعني تربية للظاهر خلقني ورزقني. تربية للباطن أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. معنى تربية للجوع رب بين كيسو كن يقول بسيتي. كيسو خد تربية وقولي نبي يودين ويرقولان يرقولين ويرقولان هذا معنى ربي الذي رباني ربي الذي خلقني ورزقني وأنزل الكتب وأرسل أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام. أنا أؤمن أن يأتي زي كتاب موسى يرقولين وتيرقولين ترى معنى ساتي ربي وقولي ورب جميع العالمين بنعم يعني لا يوجد خالق ورازق إلا الله سبحانه وتعالى. رب خان مخلوق أو من جميع العالمين ودي سجدتون إسم الله خنياتي سخوهم كأبوس خوبات خوهم يجيب جدتون أي كان ذاتي. فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ورزق لابد أن يعبد سبحانه وتعالى. وقول أنا ما يأتي سيدي خنو أباس ربي خوباتاتي قبل يوسع فالقبل في كنا. توحيد الربوبية أقر به جميع الكفار. توحيد الربوبية كابتوني منذ أمنا لنجرني. هذا التوحيد لا ينكر أحد. تويد خل أيه ما روح إنكار منجو. إلا ما حصل مثلاً من فرعون من النمرود من باب التكبر وإلا فرعون في نفسه يعلم أنه مخلوق. فرعون أبي النمرود الأوان أرجم فاملين أن ربي إنكار منجو سنو بونا تكبر أبي ملين يبي خاطر ربي منجو. نعم. إذن لابد أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. لماذا؟ لأنه منفرد بالخلق والرزق. نعم. إذا كانت ربي بتعبادك يا بيسك وعبادة ما لي بيسن أمي بيسن ناتي زانا عبادة ربي بتعبادك.